التاجر يدفع مبلغ لصاحب المزرعة قبل المحصول بزمن زي سلف، وعندما يجمع المحصول لا يبيعه إلا عنده هو. إذا كان هذا شرطا فلا يجوز، وقد قال علماؤنا وأئمتنا: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إن كان يساعده لوجه الله ولا يلزمه بأن يبيع له المحصول لا بأس حينئذٍ.